السلام عليكم، حي يلا المتابعين. نبتدي وإياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل ما نبلش وياكم الحلقة، لا تنسون تخلون لايك الفيديو وتشتركون بالقناة، وخليكم ويا الفيديو. صبحكم الله والخير، العودة إلى العمل. لا والله مو العمل، وإنما قعدت متأخر. ما شوفتكم ذول الزرعات اللي زرعتهم هنا بداية المكان، لأن قلت لكم إنه هذا المكان إحنا راح نخلي بيه شتلات يعني للجمالية. ليش؟ لأنهم اشتغلنا هذا هنا، يعني هذا الباب الزجاجي على مود إنه اللي يريد يقعد هنا بوقت المطر يشتابع هاي الأجواء هنا. فهذا الخضار مستقبليا همين راح يكبر. هاي برتقال صيني زرع لكم أنا سابقا، يحمل على مدار السنة. هاي ما أعرف شنو اسمها. هاي اطلع ورد شلون البوق، يعني مو شلون البوق، يعني يصير هيش طويله وكله ورد يطلع، يعني هيجي ما ادري شلون الخريط. هسه اكيد راح يعرفونه المتابعين. هذا هو شكلها. وهاي ياسمين ابيض، بس ما اعرف ليش ذبلت، ما ادري يعني، رغم انه القاع حفارتها تقريبا نص متر، متر كامل، يعني كلها متر كامل حفارتها، والنوبة سمت التراب كله، والنوبة رجعتها من جديد، والنوبة شتلتهن. فما أعرف شنو السبب. اليوم عاصفة رهيبة، ما أعرف شنو شغلة هاي العاصفة. العاصفة جاية على شرج يعني منا، ما أعرف إذا الجو بي مطر، ما أدري. معقولة إنه هاي بداية موسم المطر، أول مطر راح تجي علينا بعد الله العالم. هاي حاليا غيم، شوفها غيم يمكن، والاجواء كلش حلوه، يعني اجواء شتويه شاعريه. هاي البارحه اللي اسولف لكم عنه الموضوع، اللي هو موضوع المزرعه. شوفوا المزرعه تبلش من هذا الخوص الى ذاك السيم، يعني من هناك اللي هناك، والنوب هذا البيت كله الى نهايته هيجي، والنوب من هناك الى حد، يعني هذا كله اللي اسولف لكم عنه البارحه. قاعد بيني وبين نفسي يعني شقد راح يصير عندنا مساحة، شقد، لأن هذا البيت كبير. شباب كبير. يعني هسا أنا خلنا أطب لكم، ها أشوف. قاعد أمشي سريع عودان هسا، دخلت جوا. وهذا نهاية البيت، وهاي غرفة منها همين. فالبيت كبير يعني مش صغير. فإذا صار هذا الفكرة صارت، فش راح تسوينا؟ يعني احنا سوينا شغل نقدر نشتغل بيه شغل صحيح. بعدين هاي منه الى نهاية الشارع، فتبدي مزرعتنا منه يعني ويا هذا السياج نهاية الشارع الى حد هناك، يعني ذاك هو بدايتها تصير، وهاي نهايتها منه. بس هي نهايتها شوفوا وين، مو هذا الحائط، لا هذا مسدود منه، بس هو بعد منه كلش. المهم ما ادري هي هاي الفكرة. المهم ان شاء الله اليوم احاول انه ابلش بمحمية الطاوس، حتى لو صارت الفكرة وبلشنا نريد نشتغل، ما راح افلش اليوم شباب. نفلش يعني ويا نهاية الموسم. ليش فرات؟ لانه شباب اذا فلشت راح اضيع الموسم كله علي، راح اضيع كل عمل يعني. فاذا ضاع كل عمل ضاع الوقت كله، وما استفادين شيء. على الاقل انه نحاول نكاثر الطيور، نرتب وضعياتنا حتى نحصل لنا بهن همين كم فلس للعمل القادم. شوفوا المورينجا، واحده من اهم الاشجار اللي انا محافظ عليها وانتظرها ورقه لما نتفتح وتطلع. ليش؟ لان هاي كلش راح تخدمني بالعمل القادم، لان هاي الحيوانات تحتاج اعشاب طبيه، فهاي من الاعشاب الطبيه. متروسة بانية ترس. شوف ايش قد بانية، شوف 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 ايش قد بانية، مليانة بانية اليوم. اسمع راح احصده، خلص بعد خلي اللي يريد يظل خلي يظل، كله بذور. هاي همين شوفوا، هاي هنا هسه قاعد يورد، هواي اكو بانية. العش البارحة غسلنا جيد. ريحة التعقيم اللي خليتها البارحة تعط. ان شاء الله هسه احاول انه اذب الماء ماله واجففه على مود العصرية نغسله ونرد نضيفه هنا حتى تبلش الطيور ان شاء الله بناء الاعشاش. شوف
فيني بلشت قاعده بلشت صار الاسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، حضين سلامه، اجينا ان شاء الله راح نبلش. ارام خلف الكواليس موجود وانا طبعا موجود، وراح نبلش بالحين. طبعا تو اجتمعنا حول الموضوع اللي طرحته عليكم البارحه، وعلي كان موجود وارام همين وقعدوا وايدوا بالمشروع اللي فكرنا فيه. يعني شنو رايك كانه يطيح هذا البيت بكبره والمساحه تصير منه لهناك؟ بس انا قايل لك قبل لا تفكر بي انت، بس انت قل لي تقديريا ايش كبر المساحه اللي راح تصير هناك؟ هم يحكمون. لا ايش قد ايش قد يعني انت ايش تقديريا ايش قد راح تصير؟ يعني تقديريا قصدك كلها لحد هاي؟ اي منا هاي كلها؟ اي كلها؟ اي هاي بيها 350 300 هم اهل البيت كاتبين بالباب 400 متر. انا ما اجي احكي لك على حتى هاي الصفحه مثلا من باب شيء راح، يعني قصدي تشغل انت تشغل شغلك اللي راح تحتاجه بال 350 ولا جزء فوق والله بال 500 اللي راح تطبق المحميه مالتك القديمه. اي هذا السياج يطيح يصير كله هذا كله شباب المحميه يعني القديمه راح تنطبق ويا من وي البيت القديم. القدر الحجيه ترجع لنا بسلامات من سوريا ونطرح عليها الفكره، واذا قالت اوكي حتى ان شاء الله ويا نهايه الموسم نبلش بهذا العمل. هسه نتجه للعمل مالنا اللي هو محميه الطاووس. شنو الغراض والزورق اللي كان موجود هنا، الشغلات الكبيره اللي بعد ما تقدر تطلع، وهسه راح اشيل التشينكو على مود اكتره برا وابدي اخلي هاي الواجهيه هنا حتى يصير عندنا مربع كامل بالنسبه لنا. Thank you.
هاي القلب هسه تقريبا كملت عمل. كانوا يسألون يقولون فرات ليش لابس هاي الشفية وهاي النظارات عارفونها، بس الشفية على مود الوجه لا يحترق، لأن هذا الشرار يحرق الوجه. سويت هذا الشيش طاق ثبته، بعد وصلت له صالة من هنا لحد هنا، جبت هذا حطيته هنا وربطت به هاي همين وصلتها وكملت. هسه صار المحمية صارت عندكم واضحة بالكامل. إذا الله سهل علينا بالليل أحاول إنه أجي على مود أدقن الحدايب بهذا الحائط وأرفعهن اللي فوق بهذا المستوى. اللي بقى هن آخر حديثين، هذا آخر شيء. هني بس فيها 5 مترات الوحدة. نرجع لكم بالليل، خلينا ناخذ علول، علول ينام مهداوي واحنا نشتغل. الا يجي يمي، الا يجي يمي حتى يباوع للشغل، ما يقدر يعني نا بنص الشغل. يلا خلينا مساكم الله بالخير شباب، عدنا للعمل. العمل الحالي هو شنو؟ انه نثبت 4 دعامات، دعامه هنا، دعامه هنا، دعامه هاي هسه ثقبناها وكملناها، ودعامه هنا. هذا شنو فرات يصير بهن جسر نفس هذا على مود يقعد عليه التشينكو اللي راح يصير هنا. شباب هسه شنو قلت الفرات؟ قلت له لازم نكمل الرباط الفوق هذا، شوفوه. صحيح شباب. تعرفون ليش؟ لان اذا ثبتنا اول مره القواطع راح احتمال يصير عندنا زياده فوق، يصير هنا مثلا نازله ذيك صاعده، شلون راح يلحم الفوق؟ فهذا الشيء غلط. فهسه قررنا اول ما نبدي بمن؟ نبدي بهاي العرضانيه اللي العرضانيه الفوق ونلحم هذني القواطع وهنا جوا. شباب شوفوا صارت بهذا الشكل، يعني اللي مساء نحكي عليه، يعني لحمنا القاطع الفوق شوفوا كله ولحمنا القواطع العرضانية عليه، على مود شنو؟ قبل نرفع ونثبت بالسياج، على مود لا يصير عندنا بالبداية من اشتغلنا ثبتنا أول مرة القواطع، القواطع احتمال يصير بهم خطأ، يعني شيء عالي شيء ناصي، فهسه هذا الشغل صحيح 100%. انتهى العمل يا محفوظين السلام. زين الفراغ ترجع لنا، بس انتهى العمل وبدا العمل، انتهى العمل. كان مو هو هذا يعني على الفراغ قاعد اجي واشتغل، واحنا ان شاء الله مخططنا كبير، يعني تقريبا اكو موافقات هواي صارت، وانتم بالتعليقات اكيد هسه قلبتوا الجو قلب على هذا الموضوع، ويصير ان شاء الله، ان شاء الله بحيل الله وقوته، اذا الله سهل علينا وخلانا عايشين يصير. المهم ان شاء الله اذا الله راد باشر المحمية يعني تكمل ب 60-70%، لانه بقى بس هذا نصعده كمل عندنا الجسور، انه بس اول ما اقعد راح اجيب حدايد، يعني حدايد هيك طول 5 متر 6 متر الحديدة اجيبها على مود اكملها بالكامل مباشرة، نجيب تشينكو حطه ودور الطيور هنا. أنا جبت اكل للجميع، كل الحيوانات اللي موجودة برا قاعد تاكل. اخوان ارجع واقول لكم استخدموا الوقاية، ليش قاعد تراسلوني؟ يعني انتم ما قاعد تتابعون الفيديوهات، يعني انا المن قاعد انزل، يعني يجون الانستغرام كله فرات تنفسية فرات تنفسية. انا جاي احكي، مو جاي اقول لكم هسه فترة انتقال، طلعنا من صيف طبينا بشتاء، تضرب الطيور، انطي وقاية يا اخي، يا اخي انطي وقاية. قلنا لكم العلاج اللي قاعد تبيعه شركة التراث، او تريد دكس 200، او تقول لا والله بدي ارفع مناعه الطيور، يا اخي جيب فلفل حار ثرمه وطيل الطيور، يقول تقول ما ياكلنا خبطه ويا النخال وانطيه هنا ثوم بصل اي شيء يا اخي من هاي السوالف، حار همين يرفع المناعه، يعني اذا ما تقدر تشتري العلاج هاي السوالف تقدر تستخدمها، هم راح استخدمها لكم عمي، هم خاف تقولون فرات ما نعرف شلون استخدمها، باكر اسوي لكم هاي الشغله. هسه انا هنا انطيتهم 40 ماده من خلطه التراث وبلت التسمين وكالسيوم، نفس الخلطه اللي خلطتها البارحه والوادم كلها تاكل. خلال هسه 10 دقائق كل راح يقضي، هسه ذولي ما يدرون راح ينسحبون هسه ونبلشون بالاكل. هسه ايش راح اسوي؟
ارفع الماي اللي حطيته البارحة لان هذا الماي بيه علاج، فخلص العلاج بعد. مجمرة 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 الغرفة مجمرة. قصة اليوم يعني نقلت الكتكوت مال الخضيري. قصة اليوم شباب الرطوبة يعني هاي صار يومين عندنا بالبصرة فتاكة، رطوبة رهيبة رهيبة يعني. الحمد لله والشكر ما عدنا شيء ما عدنا شيء. ها العلاج قلنا شيله هذا، حط لي اياه هنا فرات، نزل الماي الصافي. يلا بدلت لهم الماي دول السمانات، وبما انه انا هنا عندي دجاج زينة بياض فشيني استخدم له شوية علف تسمين، شوية علف تسمين زائد الخلطة مال خلطة التراث مال الحبوب المدعمة بالكالسيوم والأربعين مال هاي الخلطة بياضة شباب. ها هذا أكلهم يوميا. ها شوفوا هسه هم ينتظرون. يلا يلا بالعافية. شوفوا كمية الحبوب اللي موجودة، هاي كلها مفيدة لهاي الطيور انه تحفزها على البياض. والدليل يا فرات، الدليل انه كانت ما تبيض وبس وصلنا الاكل وانطينا بلشت تبيض اللي هي الاسبانية. انتم تعالوا تعالوا لي تعالوا لي تعالوا تكتروا بوحدتكم. يلا قعدوا هنا. شوف فرات هذول بعدهم كتاكيت لين مقطيهم من هاي، ما يخالف خير زايد. اه يلا يلا اكل ميعتكم ميعتكم اكل عندكم اكل عندكم. يلا ما حد محتاجني، البابا تشيني فقس له بعده بعده لانه قرب التفقيس ماله. اليوم باشر عقبه، لا اليوم خلص باشر عقبه. انا كل ما اجي اطق رشه مو مشان شيء، مشان يعني تعقيم او زيادة رطوبة هيك شيء، ولو هي الرطوبة مفولة لان اليوم الجو رطب. يعني شوفوا الرطوبة بالبصرة اليوم 70 درجة نسبة الرطوبة عندنا. ليش؟ لانه ما اعرف شنو الشرجية اللي ضربت البصرة اليوم. خلينا نشوف النوبة ذول الجماعة. حبايب مساكم الله بالخير، العودة للمزرعة. اشوفكم اللي انجزناه البارحة. شنو عندك فرات؟ والله متابعين هواي قالوا فرات شات قاعد تشتغل بالنحل بس السولف انه افحص. خلينا نشوف وين وصلت. هسه راح افحص اشوفكم شنو اللي وصلت له الخلية مال النحل. العمل مال امس بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو. شنو اللي سويته فرات؟ سوينا هاي اللي سولف لكم عليها ارام البارحة اللي بيها اخوان ثلاث دعامات. هاي شنو؟ مباشرة تصعد جسر. عفونا من هسه هاي السالفة، تعالوا خلينا نفحص النحلات مالاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ندخن النحل اول بداية والنوبة نفحص. خلي يدخلون جوا، صار تقريبا اسبوع او اسبوعين انا ما شايفهم. بس شباب هالايام طائر هذا الخضيري احنا نسميه الخنظر اللي هو الوروار دائما يعني له اسمياته هواي. اللاعب جوله هنا عندنا بالمنطقة بحيث انه متروسه ترس. النبانة الهوائية مالتي خربت حتى مثلا اقتله حتى لا يوصل لهنا. وهو هذا يعني اخبث طير واحد اقوى اعداء النحل. والله شكل النحل يعني تحسن كلش كلش حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وعلى محمد. خلي اثبت لكم حتى شنو تشوفون يعني وياي ويا شغلي. هذا هو الكاندي تشوفون يسحبون من عنده. كل ما يخلص اخلي لهم على مود انه ما يحتاجن شيء. بسم الله. هذا اطار اساس وقاعد يبنون بيه هم ويشتغلون بيه. شوفوا هنا البناء يعني ما بيه شيء هذا حاليا. هذا بسم الله الرحمن الرحيم عسل وحبوب لقاح وحضانة. انا ادور على الملك اشوفها بيها صوب. هذا اطار اساس مبني مثل ما جاي تشوفونه يعني مشتغله النحل كامل. هسه جاهز انه الملكه بس تبيض بيه.
جاي ادور عليها انا. نعم بيضة بيضة بس الطشر يعني بيض الطشر بي. حضانة تقريبا اغلبيته نحل جديد ومليان هم يعني بيض شو اسمه يرقات جديدة. هاي الملكة موجودة. هاي ملكة حيل تعبانة أحسها لكن أدائها بالبيض زين يعني. بس ما أدري أحسها يعني. أخبار النحل يعني أخبار نفس الأخبار ماكو يعني. هاي منهد ما نزلتها جوا اليومكم هي على حطتها. الملكة تبيض وجيش قوي ويرقات جديدة وعسل موجود بس ماكو كثافة يعني. ما جاي يكثر النحل عندي ليش ما جاي يفتهم ما جاي يفتهم. وصل الحديد يا مفضيل السلام. رحنا اشترينا انا وعلي. هسه نسولف لكم التطورات اللي دارت بيني وبينه. 6 الوحدة على 9000 صار 55000. 6 حديدات على 6 متر. خلونا ندخلهم. كمل حلقة مال اليوم. بالصلاة على محمد واي محمد. اللهم صل على محمد واي محمد. اليوم الزرع كلش مخيف. اي كلش مخيف الزرع. ها هذه هم واجب الله. لا يضغط عمي لا يضغط بالضبط. ذني الست حدايد الستة متر وصلا. شيني فرات اللي ردت تقول لنا شباب؟ قال علي احنا تو كملنا البيت وتعبانين ولعبة رواحتنا من الشغل والعمل وانت ذا فلشت هنا غير يرايدين الشغل يا ابو شغل فانطينا مجال نتنفس وكمل هذا الموسم مثل ما انت قلت. يعني نفس الحكي مالي كمل الموسم يخلص الموسم ونبقى نبلش عمل هنا على مود الصيف كله نجهز اقفاص ونجهز حيوانات ونجهز ترتيب جديد. فالفكرة اجت بمحلها. نا يا محفوظين السلامة حسن جابالي قونية مال دخن لانه انا معوز. ايش قد هاي؟ هاي 20 25 كيلو؟ اي 25 كيلو دخن ب 20000 زائد ينخلط ويا خلطة التراث. محفوظين السلامة قاعد نشتغل صعدنا هاي الحديدة وقاعد نشوي بيها منها على مود تثبت حتى ان شاء الله نعرف قياساتنا حتى نلحم هاي وياها وهذيك همين نلحمها وياها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوي. اقول اخوي خابرني وسام يقول خلي يخابر هاي سيارة حصلت لأمي. يلا والدي ما شايف لي شي شي معاني. جايز اكملت العمل الحالي. شني سويت هسه فرات؟ سويت هاي الحديدة لحمتها ووصلتها بذيك. هسه صار عندنا ربط شوفوها. بعد هسه ماتت المحمية وراح اشوفكم التصنصل منها راح يبين عندكم التصنصل. ها واضح غير؟ شوفون التصنصل شلون قوي؟ اها شلون تعرفونه من الساف مال الطابوق هذا الفوق؟ شوفوا بحيث الماي يجي يشفي هنا. يعني شباب تشبه حدي لان اللحيم يحتاج له 2 نفرين.
الاول ياخذ قياسات ويقص والثاني يلحم. فانا جاي اسوي انا احرك درج انا وما عندي اشكال يعني، بس على مود انتم خاف تقولون فرات هسه كل شويه وترجع لنا ما اقدر يعني. يا دوب انه يجي واحد هناك لك التصوير صور لنا حتى يشوفون وين وصلت. لحمت هاي التوصاله صغيرونه طولتها اللي هنا بعد لازم وحده تطول همين ويا الحائط. وعندنا هنا كم حديده بقى هذين هي شوفون هاي قصيتها صغيره اللي زادت من هاي. عندنا وحده راح تجي لهناك تربط هناك ويا هاي اللي هي ما ادري ايش صارت كم متر يمكن مترين و90 و60 هيك. الزايد مالها راح نطوله ويا هاي. من نطوله ويا هاي راح اللحمه وين؟ اللحمه هنا. انتهى العمل عندنا كله بحيث انه صارت محميه. ها عندنا هاي الوصله يلا مو مشكله هاي ما محسوبه. انتهى العمل بالنسبه للحديد كمحميه واطار كامل. يبقى شيء السقف ان شاء الله اليوم اكمل. اي من سالفة اللحيم وهاي السوالف من ورا انه الوجه يحترق وسالفة الفلاش. هسا انا يمكن بي خيط فلاش لان احس روحي منعس فول فول تنعيس، فالتنعيس هي من علامات الفلاش. ما احب العمل بهاي السوالف يعني. هسا انا شفت منقب وضام وجهي كله وكله يعني احس انه وجهي هسه معطب احسه يعني محترق فرها فرات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بس قام يطلع شكلها. هسه انا لازم ايش اسوي؟ لازم قبل لا احط هاي الحديده اللي هنا لازم احط واحده من القاع وتصعد اللي فوق. وينكم جايز؟ جايز انا بعد ما راح اصور لكم. اولا وجهي احسه معطب، وثانيا احس بروحي منعس، وثالثا عندي ساعة واحدة فقط اشتغل بيها لان انا اساسا كنت بالاسواق. وهسه تخيل الساعة بـ8 مدري بـ9 ونوبج علي قال روح اشتغل لك ساعة وتعال على مود انا اتوكل واروح انا ونوب لازم ارجع الاسواق. فشي اصور لكم يعني شوية شويتين فراح اشتغل اللي اقدر عليه و خلنا اشتغل. الله وديكم. مو وقتها مو وقتها طفيتكم للكهرباء يا اهل الكهرباء مو وقتها. اسم الله فرات اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله فرات شمالك اسم الله. شنو سويت فرات؟ قصيت الحديدة من هذين الستة متر قصيتها وجبت حطيتها هنا لحمتها من هنا من القاع ولحمت قاعدة لحمها هسه هنا بالفوق وطفت كهرباء. هذا الشغل يراد له واحد يكون يقعد من الستة الصبح ويقعد فارغ ما عنده شيء بحيث اذا يتعب يروح مثلا يرتاح. انا ما اقدر ارتاح شباب لان بعد انا يعني حتى لا مثل تعبان لازم اروح ارجع للاسواق لان بعد يعني باب رزقنا وعيشتنا عليه. المهم الحمد لله والشكر على كل حال. مساكم الله بالخير. هسه كملت الاسواق عزلت تقريبا الساعه ب12 هسه يعني ب12 ليلا. شني اللي انجزته فرات؟ انجزت خير من الله يعني. اخر شيء بالنسبه للحين بقى بس القواطع اللي راح تقطع يعني اللي هو السقف. شنو قررنا؟ قررنا انه كل متر لان انا قست تشينكو تشينكو متر و10 سنتيم فكل متر راح تصير حديده. فعندنا هنا متر حديده هنا متر حديده فقسناهم صارن 4 وقصيناهن. كملت الطيور وكلها اخذت اكلها ومايها. هسه بقى انه انا اخذ راحتي واقول لكم الصبحون على خير. كم الله بالخير شباب. هذا يعني الشعاع مال اللحيم يخليك تنعس اذا ما يطقك فلاش يخليك تنعس. هو الشغل اللي اديناه البارحه بحيث حاليا المحميه ارتبطت كلها شيء بشيء. شوفوا كلها ارتبطت بعد. هذا المفروض تكون مربطه وياك فري. لا هاي راح اربطها انا وهاي منا رابطه بعد. لو هسه اقوى عاصفه ما تحوس. شنو تقول لنا البارحه توصلوا هاي؟ هذا مش الحديده طولها 6 متر وهنا نحتاج ايش قد قلنا البارحه؟ متر و لا 3 مترات و50 53 اي. فعندنا وحده مكسوسه هاي قمنا نكمل يعني ال 53 نكمل 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 فهنا 4 نحتاج. اي وحيده 2 وين 3 4 هاي 4 كافي كلش كافي. يلا ما يخالف بعد احنا ان شاء الله نشوفكم العصريات. يلا باي باي. يا ولد اكملت 1 2 3 4 ونزلت هاي لانه صار عندي نقص راح اقصها بالنص على مود تكمل توصلنا لهناك. توكلوا على الله. توكلوا احمى الله والديكم.
راح ياهي غير اكمل الباقي. انت شلون؟ لا بعد لازم وحده بعد. هذا يبقى كله سيم. وين يتمعلق السيم؟ شلون راح نربطه هنا؟ اي لازم بعد وحده كافي. ف راح يروحون يجيبوا لي بكرتين مال سيم ويجيبوا لي همين براغي مال حديد. على مود شنو؟ انا اشتغل هنا واكمل بين ما هم يجون. اوف كملت يا محفوظين السلامة. هذا الباب طايحات البيم ماله. اضطريت هناك بالبيت عندنا هذا بيم يعني باب قديم صالح. راح احصل هذا واحد. بس هل يا ترى وبهذا يا محفوظين السلامة نكون وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا مال اليوم. التكملة إن شاء الله راح تكون بالحلقة القادمة. هسه لازم أنزل لكم الفيديو على مود لا يطول عليكم ويصير صعب تحميله على اليوتيوب. نشوفكم بالحلقة الجاية. عودة عليكم.